المبارك يا مداح. الله يبارك بيك يا واصل، وعسانا نفرح بيك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. علينك داهي يا مداح. شلون ودك تتجوز حبيبة خويك؟ وش الهرجة مسلم؟ انت تدري وش اللي تقوله؟ وانا وش قلت غير الحقيقة؟ واصف كان وده يتجوز لطيفة. هدي روحك يا اخوي، هدي روحك. هدي روحك، الموضوع ما يستاهل. انت يا السقيطة، وش اللي جابك عندنا ها؟ اشهد اشهد يا واصف. مداح كان وده يذبحني. روح من هان يا مسلم، وكافينا شرك. ارجاك يا رجل. بكيفي بكيفي اقعد بالمكان اللي اريده بكيفي. شري بعده ما خلص يا مداح. هدي روحك يا اخوي، هدي روحك يا اخوي. شلون ما يستاهل يا واصف؟ شلون؟ ومسلم كل ما يشوفني يرميني بكلام المسموم. اعرف يا اخوي اعرف، لكن هو يريد يغيظك وانت لا تناول امراده. اشتكيه للشيخ عوض، لكن خايف افقد صوابي واذبحه واخلص منه. يا اخوي انت الحين عريس ودك تتجوز، معقوله تكدر خاطرك هيج؟ كنا نعرف ان هو مسلم اللي يسوي هيج، لكن انت لا تهتم. خلك مبسوط بعرسك، خلك مبسوط بعرسك يا اخوي، ولا شيء قدرك. سلم عليك يا واصف. هلا هلا يما، هلا بالعريس. بدي يا حبيبي هذا هو الثوب اللي بدي ألبسه يوم عرسك. علامك يما، وش صاير؟ ما بشي يما. مداح أنا عارفك زين، وش اللي صار؟ مسلم دوم يغثني ويرميني بكلام المسموم لاجل يطلعني عن طوري. هذا ما توديه حل عني يما. حسبي الله عليه، وكاد انه يعمل هيك لاجل يغثك ويكدر خاطرك. يما يما يا حبيبي، لا تخله له ولا غيره يغثك ويكدر خاطرك.